30 يلو جديد اهو زي ما انت شايف اهو. من بعد الكارتة بالظبط بحوالي كيلو، تقطع الكارتة بالظبط كيلو اهو، وتخش على الارض نهوت 250 متر بالظبط تكون في الارض، في فتحة قصاد قصاد الاكليمة، في الاكليمة الارض يرفض الثاني لل 15 في الثاني اللي هم سعره 250,000 جنيه، ملك حر حاجة غير نهائي، لجدين تنفع معلف، تنفع اي مشروع، تنفع اي حارس استثمار. بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه، وهي طريق خدمته، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هذه اول دخلت 15 في الدين من جمعيه السلام زي ما انت شايف كده. دي الفيديو الاول 15 في الدين من اول الشارع من برا. جمعية السلام ملك حر عاجل غير نهائي، طبعا عن طريق 30 يلو جديد. من بعد ما تعدي الكارت بتاع 30 يلو جديد بره بالظبط حوالي كيلو، والارض تبعد عن الشارع 30 يلو جديد 250 متر، وتبعد عن جمعية عن طريق مصر معنا صحراوي 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو بالظبط زي ما انت شايف كده. ادي الارض اهي، بسم الله ما شاء الله، الارض قدام دي بسم الله عشان جمال صغير وسطون وطالع، بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده. من حاجه اخرها النخل البرحي، اخرها النخل البرحي هناك ده، وزي ما انت شايف ارض مصالحه 100%، وهذا طريق بسم الله ما شاء الله اكثر من 8 متر، وهذا التيار العالي الضغط عايز نزل محول منه ما فيش مشاكل، دي للكل زي ما انت شايفه. سعر في الدال 250,000 نهائي، ملك حر حاجه غير ما حدش لاقي الفرصه دي اصلا. السلام معروف الفدال فيها من 700 ل 800 لمليون، جمعيه السلام بالذات عشان ملك حر حاجه غير نهائي، ليست عليها ايدي ولا الدوله، عقد اخطر نهائي مشهر للاستشاره العقاري. يعني فرصه مش هينفع تنزل منه ولا جنيه، بنبيعوا دول 15 فدان على بعضهم حته واحده كتله واحده زي ما انت شايف كده. واتصال للجديين حاج حسين 010-19-583-401 مكتب الحاج حسين في الاغراض والعقارات.